شاهد صور مولودية العلمة أمام شبيبة بيجابي، تعليق زميلنا محمد صلاح بوساكر. طلعت مولودية العلمة، الضغط على حمل كرة ممتازة ثم تسديدة ممتازة ولهدف الأول. ممتازة، ضغط رهيب على حامل كرة من جانب فريق شبيبة بجاية، وشوشي إسماعيل يتمكن من تسديدة قوية من مباغتة الحارس مشدر حمزة بتسديدة. كما نشاهد ضغط على حامل الكرة، ضغط على الدوسن، استرجع الكرة، سدد بقوة في مولودية العلمة. يدخل داخل منطقة العملية تحت كرة ممتازة، تسويبة تسديدة والهدف له بالفعل، وهدف التعادل بالفعل، هدف التعادل لمولودية العلمة بتشديدة قوية من خارج منطقة العمليات. يتمكن دوسن الياس من تعديل النتيجة في الدقيقة 16 بعد خطأ في المراقبة من دفاع شبيبة بجاية. كبيرة للدفاع، لم يتمكن منها الحارس علوي نفع. ممتاز يعني الجملة تقريرة كانت بالفريق السهل. بزاز يرفع كورته في القائم الثاني، المتابعة الرأسية والهدف الثاني، رأسية في القائم الثاني، ويتمكن فريق المولودية عن طريق كواس عبد الرحيم من إضافة الهدف الثاني. المدافع الأيمن للمولودية في المتابعة في القائم الثاني بدقة متناهية من اللاعب بزاز صاحب الخبرة والتجربة، يتمكن من وضع الكرة على رأس اللاعب كواس، وبقوة يتمكن من مباغتة علوي نافع ويوقع الهدف الثاني. هاي التمريرة، هاي التوزيعة بدقة متناهية، المتابعة الجيدة من كواس عبد الرحيم، والهدف الثاني لمولودية العلمة، والأمل يعود لأنصار فريق المولودية بانتزاع النقاط الثلاثة في آخر جولة من مرحلة الذهاب. نعم، قلت لك أن الحل الوحيد الموجود على مولودية العلمة وهي كرة تمد على ما كانوا يهمهم.